ملعب أحمد زبانة كانت ضحية شغب مناصري مولودية وهران الذين لم يتقبلوا هدف محمد الأمين عبدية في الدقيقة 71 ليقوموا بأعمال غير رياضية في مشهد يظل يتكرر في كل جولة من الرابطة الأولى أو الثانية تقريبا مثلما توضحه الصور. الأحداث هذه أسفلت أيضا عن وقوع بعض الإصابات في صفوف الأنصار لتصبح مولودية وهران مهددة من دون شك بعقوبات قاسية من قبل الرابطة المحترفة لكرة القدم.